يعطيكم العافية يا رب. يا الله اليوم عروض جديدة بوالجرين حلوة كتير، لا تنسوا تعملوا لي سبسكرايب ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. يلا نبلش بالعروض. أول إشي حابة أبلش بالكفر جيرل. الديل عنا على الكفر جيرل في ديل حلو عنا طبعا على الديل، بتشتري حبة بتاخد الثانية نص السعر لما تشتري قطعتين. فبدي أبلش بهذا خطاط الحواجب، سعره عنا 5.49 سنت، في عليه كوبون 3 دولار خصم على القطعة، بناخد الثانية بناخدها بنص السعر. يلا أفرجيكم القطعة الثانية اللي بدنا ناخدها عنا. هلا بدي أخد هاي القطعة الباودر، سعرها عنا طبعا انا لقيتها مرمية مش عارف وين مكانها الاصلي، بس سعرها لما تعملوا سكان للقطعة من الاب نفسه سعرها 4.99 دولار، برضو عليها كوبون 3 دولار خصم للقطعة. هاي فيس برودكت عليها كوبون، وهاي عليها اي برودكت كوبون، يعني عندنا خصومات 3 دولار 3 دولار. طبعا الثانية هاي رح تكون سعرها نص السعر، يعني الاولى بتكون سعرها الاصلي، الثانية نص السعر. سعرهم عنا هدول القطعتين قبل الكوبونات 8.48 دولار، بعد الكوبونات 6 دولار خصم، بصير سعرهم عنا اللهم صل على سيدنا محمد 2 دولار 2.48 دولار للقطعتين. طبعا في حال انتو طلبتوا هذا الاوردر اونلاين رح يكون ارخص. هلا انا رح افرجيكم كل العروض الموجودة بتقدروا تعملوا نفسها اونلاين. انا اللي بحب بقدر اعمل بالستور وبقدر اعمل اونلاين، حس الاونلاين دايما ارخص اسعاره من الانستور. فهذا الاشي بتقدروا تعملوا له بيك اب وتعملوا الاوردر بيك اب وتعملوا له وتاخذوه، بس بتاخذوه باسعار ارخص. ما بعرف ليش عندهم هذا السيستم، اونلاين دائما ارخص من الستور. المهم بيطلع عنا القطعتين ب2.48 دولار للقطعتين تنتين، يعني القطعه بتطلع علينا بدولار وشوي للقطعه، كتير ديل حلو. يلا ناخده، خليني اقول لكم كيف تقسموا الشراء وكيف تستفيدوا من الترانزاكشن كلهم. يلا هلا الديل الثاني على الريفلون، بتشتري قطعه والثانيه نص السعر. بتشتري قطعتين، لما تشتري قطعتين بتاخدي 5 دولار ريجستر ريورد. فاحنا رح نيجي على ارخص قطعتين وقطعتين حلوين على هذا البالم للكيس بالم، ريفلون كيس بالم. بتاخدي منه قطعتين، سعر الاولى بتكون 5.49 سنت، الثانيه بتكون نص السعر، وبرجع لك 5 دولار ريجستر ريورد. طبعا انا معي كوبون قديم تقريبا ب 8.2، ما بعرف يزبط ولا لا، مدته شويه قديمه. اذا زبط بركه وعافيه، اذا ما زبط مش مشكله برضه. فرح يطلع عليك القطعتين ب 8.23 دولار، برجع لك 5 دولار ريجستر ريورد، كانهم طالعين عليك القطعه ب 3.23 دولار. بس بدي احكي لكم شغله، الافضل اذا بدكم تعملوا الاوردر زي برجع وبكرر تعملوه اونلاين. اونلاين القطعه ارخص، اونلاين القطعه ب 3.29 دولار. انا رح اصير افرجيكم العروض وول جرين، الافضل تعملوا العروض اونلاين اوفر عليكي. بس رح ناخذ منهم قطعتين عشان نشوف احكي لكم كيف الترانزاكشن رح يكون. يلا هلا العرض الثاني على شامبو تيريزمي، عنا الحجم الكبير، سعره عنا 2 ب 8 دولار للقطعتين، وفي كوبون موجود في الاب 5 دولار خصم على القطعتين، يعني القطعتين الكبار الحجم 800 مل و28 بتصير عليك ب 3 دولار، يعني القطعة الوحدة بدولار ونص، كتير ديل مرتب لتيريزمي هاي البراند. هلا الديل تاع الفري زائد الماني ميكر، يعني مصاري زيادة رح ترجع لجيبتك غير انه فري. على هادي الاندروير، هذا الاندروير مع كوتكس، طبعا سوري هذا الاندروير مع كوتكس، الديل عليه التنتين ب10 دولار. في عنا كوبون في الاب نفسه 5 دولار خصم على التنتين، طبعا التنتين رح يخصموا لك 5، يعني رح يصفي عليك القطعتين ب 5 دولار. لما يصير عندك القطعتين بخمسة دولار رح تدفع ال5 دولار من جيبتك، رح تصوريهم لايبوتا، ايبوتا رح يرجع لك على كل قطعة 4 دولار إلك، يعني رح يرجع لك على القطعتين 8 دولار. لكل جداد يسجلوا من الرابط تحت، اللي لسه ما سجلوا لايبوتا تحت الفيديو رح احط لكم رابط تسجلوا بايبوتا وتنضموا للتيم وورك عشان نعمل بونس سوا. رح تدفعي
من جيبتك 5 دولار رح يرجع لك، 8 دولار رح يطلع عليك فري زائد ماني ميكر، وهدول ممتازين جدا لأكثر من إشي، يعني للوقت البيريود، بوقت للوالدات، لكل شيء لكل شيء، يعني كتير ممتازين ومريحين، نوعيتهم ممتازة، فبيطلع عليك القطعتين فري زائد 3 دولار ماني ميكر، كتير كتير ديل حلو. يلا ناخد منهم تنتين. هلأ الديل اللي بعديه طبعاً بتيجي هون بتقرأوا buy two get third free mix match mix match. بدي أخذ حبة على النيترجينا، طبعاً أنتوا بتقدروا تطبقوا تاخدوا 3 من القطعة هاي، القطعة بتطلع علينا free وحدة وبتدفعوا حق تنتين، يعني التنتين بيطلعوا عليكم 7 دولار و58 سنت للقطعتين. ايبوتا بيرجع لك على كل قطعة، ايبوتا برجع لك على كل قطعة دولارين دولارين، يعني بيصير القطع عليكم ب 3 دولار و58 سنت للقطعتين، يعني القطعة بتصفي عليكم $1.79 القطعة، والثالثة فري طبعا، لا ننسى انه الثالثة فري رح تكون، فكأنهم طالعين اقل من $1.50 القطعة. بس انا رح اعمل الديل كالآتي، هاي رح تطلع علي فري زائد 2 دولار ماني ميكر، بس بدي اجمعها مع كمان قطعتين تانيين. هلأ بدي أجمع الديل مع البازلين، البازلين سعره عنا ب$4.99، بدي أخذ حبة من هاد وبدي أخذ حبة من هاد البازلين سعره عنا ب$5.49، هاي حبتين أخذهم. خليني أقولكم قديش رح يصير علي التوتل عندي. هلأ هدول الثلاث قطع، طبعا القطعة أرخص وحدة رح تكون عندي فري، شو رح استعمل؟ رح استعمل هدول الكوبونين من الجريدة، 2 دولار 2 دولار على البازلين، بس هدول لاحظوا الكوبونات اللي عندي قديمة بستة 2، إذا ما زبطوا عندي كوبونات جديدة تاريخها مفعولها أجدد، بس بصراحة الأفضل إني أستعمل القديم، إذا زبط أوكي تمام بكون استفدت منه، بعدين أستعمل إذا ما زبط بستعمل الجديد، بستعمل كوبونين من الجريدة، الجريدة كأنه تاعت الأسبوع هذا ولا قبله. المهم السعر بيصير عنا للثلاث قطع هاي فري، هدول رح يصير سعرهم عنا 4.99 زائد 5.49 سنت، رح يطلعوا علينا القطعتين ب$10.48 مع الكوبونين هدول، رح يضل علي أدفع $6.48، رح يرجع لي آيبوتا 2 دولار لهاي القطعة. زي ما انتو شايفين هيك بتفتحوا الوالي جرين من شوب كيك الصفحة الرئيسية، بنفتح وولي جرين بننزل على العروض، هاي برجع لي على القطعتين 1350 كيك، بتنزل لتحت بتلاقوا هدول العرضين، لما بدكم تتأكدوا من القطعة بتفتحوا على القطعة اللي تحت، بتعملوا سكان للقطعة، شو أعطاني؟ أعطاني 20 كيك للقطعة، وكذلك الأمر بتعملوه للقطعة الثانية. وينها؟ بتعملوه للقطعة الثانية، طبعاً أنا أوتوماتيك عملته للقطعة الثانية، ولما تشتروا القطعتين مع بعض برجع لك على القطعتين 1350 كيك. بتيجوا شو بتعملوا مباشرة؟ بتعملوا للريسيت هيك بتكبسوا عليها، بتكبسوا على أول وحدة لما تشتريهم التنتين سواء، يعني ال 1300 لما بدكم تحسبوها 1350 كيك ضرب 0.004 بيرجع لك $5.40 للقطعتين كاملين. اوكي يعني رح يرجع لي تشيك شوب كيك، رح يرجع لي شوب كيك على هاي القطعتين 1350 كيك يعني $5.40، رح يرجع لي ايبوتا 2 دولار على هاي الصابونة، وهي معي كوبونين خصم على القطعتين هدول رح يطلعوا علي كاملين فري زائد 92 سنت ماني ميكر لكل هاي القطع، فري زائد 92 سنت ماني ميكر. اذا ما معكم الكوبونات برضو مش مشكلة، رح يطلعوا عليكم التوتال كامل، بس ترجعوا مصاريكم رح يطلعوا عليكم للثلاث قطع $3.08 الثلاث قطع هدول اللي بيجننوا، يعني القطعة طالعة عليكي بدولار واحد فقط لا غير، بترجعي من ايبوتا دولارين، بترجعي 1350 شوب كيك كيكس يعني $5.40، وهي رح تطلع عليك فري، رح تدفعي فقط سعر هدول القطعتين ورح ترجعي سعر البقية من المواقع، كتير كتير ديل حلو. يلا نكمل. هلا الديل على الكريست
هاد سعره عنا لما تعمل سكان القطعة سعره $2.99، هم مش حاطين التاج الصفرة، $2.99. لما تشتري قطعتين منه بيطلعوا عليك القطعتين $5.98. وفي عنا كوبون بنفس الاب خصم $3 على القطعتين، يعني بيصيروا علينا القطعتين $2.98. برجع لك $2.50 ريجستر ريورد، بيصيروا عليك القطعتين كاملين $0.48 للقطعتين كاملين، بيطلعوا عليك $0.48 القطعتين كاملين. وفي كمان ديل عنا على الكلينكس وحدة بتطلع عنا $5، في كوبون نفس الاب $1.25، بتصير عليك القطعة $3.75 لثلاث باكيتات من كلينكس. وبتقدروا تعملوا الديل نفسه كمان على السكوت، يعني تختاروا واحد بينه، بس السكوت فاضي عندي من الستور، محارم السكوت، بس نفس السعر $5 و$1.25 كوبون عليه، بتاخدوا $3.25. كتير ديل حلو، بس انا بدي اخد الكلينكس. يلا نكمل. تمام، هاي اول ديل عندي بدي اعمله. طبعا انا عندي بوستر سبيند 20 جيت $5 وولي جرين كاش. سعر القطع عنا اول ديل ترانزاكشن هدول $10، هدول $8، هادي $5. سعر القطع كاملين $23، في عنا $5 كوبون $1.25 كوبون على هاي القطعة، بيصيروا بعد الكوبونات $11.75 للقطع كاملين. رح يرجع لي ايبوت على هدول القطعتين $8، بيصيروا علي $3.75 عليكم، يعني اذا بتعملوا كمان نفس الديل بالضبط. واللي عندهم نفس البوستر سبيند 20 جيت $5 وولي جرين كاش رح يصير عليهم، برجع لك كمان $5 وولي جرين كاش رح يطلع عليكم هذا الديل فري، زائد $1 25 ماني ميكر، يعني $1.25 ماني ميكر لهذا الديل. ولا ننسى انه فيتش كمان برجع لي بوينتس، فيتش ريورد برجع لي بوينتس على الكلينكس، لانه دائما البراند هذا برجع عليها بوينتس بشكل منيح، فهذا الديل رح يطلع علي فري زائد ماني ميكر، كتير كتير ديل مرتب. طبعا انا بدي استعمل هاي الريجستر ريورد، تاريخ انتهائها اليوم، خليني استفيد منها. طبعا في كوبون رح يتطبق على هدول التنتين، وهدول كوبون رح يتطبق عليهم، وهذا كوبون زي ما انا دايما بقولكم، فالريجستر ريورد رح يمسك يا بهاي القطعة يا بهاي القطعة التانيين اللي ما عليهم كوبونات، بيصير ان علي اني ادفع $6.75 قبل التاكس. طبعا بيرجع لي $5 وولي جرين كاش، وبيرجع لي $8 من اي بوتا، يعني رح يطلع علي الديل كلياته فري زائد $6.75 ماني ميكر لهاد الديل. هاي الديل اللي بعدي اللي بدي اعمله، عندي $4 كوبونات خصم، عندي القطعة الثالثة رح تطلع علي فري، عندي هدول القطعتين زي ما قلتكم رح يطلعوا $10.48، مع الكوبونات رح يصيروا $6.48، مع الكوبونات رح ادفع $5 وولي جرين كاش من الترانزاكشن الاول، يعني رح ادفع من جيبتي دولار وشوي فقط. شو رح يرجع لي؟ رح يرجع لي عن من شوب كيك 1350 بوينتس، يعني $5.40، رح يرجع لي $2 من ايبوت، فرح يطلع علي هذا الترانزاكشن كامل فري زائد $5.92 ماني ميكر. شفتوا ليش بأزم الترانزاكشن؟ بدفع من الاول، رح ادفع بهذا بالولي جرين كاش اللي رح اخدها من الاول. فانتوا بتقدروا تعملوا نفس الاشي بنفس الطريقة، اذا عملتوا نفس الطريقة ونفس الاشي رح يطلع عليكم كمان انتو فري، رح يطلع عليكم هاد الترانزاكشن لما ترجعوا من المواقع مصاريكم وبتدفعوا من الوالي جرين كاش الترانزاكشن الاول، رح يطلع عليكم هذا فري زائد ماني ميكر حسب انتو قديش معكم كوبنات، فرح يطلع عليكم فري تماما. ثالث ترانزاكشن هو هذا، طبعا ما بدي اعمله بالستور، رح اعمله اونلاين واعمل له بيك اب. ليش؟ لانه اسعارهم هدول اونلاين ارخص. تاني شغله، كوبونات هدول موجوده اونلاين، اسعارهم بالصيدليه اغلى، هدول الاربع قطع كاملين اسعارهم اغلى، فرح اعملهم اونلاين واعملهم بيك اب احسن. فهذا ثالث ترانزاكشن موجود عندي، رح يرجع لي 5 ريجستر ريورد على هاي القطعه. وطبعا لا ننسى انه بنقدر كمان ندفع بالوالي جرين كاش، فرح يرجع لنا $2.50 ريجستر ريورد على هاي
القطعتين يعني 2.5 زائد 5 رح يرجع لنا 7.5 ريجستر ريورد على هاي القطع كاملين. كتير ديل حلو بتقدروا تعملوه اونلاين وتعملوه بيك اب اسهل لكم. فانا رح اعمل 2 ترانزاكشن توداي لهدول القطع. يلا نعمل ترانزاكشن. هاي اغراضي لليوم، عملت 2 ترانزاكشن للاغراض. قيمة الاغراض $37.27 لهيدي الاغراض. طبعا عملت 2 ترانزاكشن، دفعت من جيبتي $8.23. هاي الفواتير طبعا زي ما قلت لكم، الدبن تنتين $10، وعندكم تيرزم 2 $8، وعندكم الكلينكس $5. صحيح نسيت احكي لكم، 1.5 ربع دولار كوبون من الستور بوك، البوك اللي بتلاقوه بالستور، $1 في ديجيتال كوبون موجود بنفس الاب. سمعت $5 ترزمي، $5 للديبند، و$5 ريجستر ريورد كانت معي. دفعت من جيبتي $6.22، رجع لي زي ما قلت لكم اعمل ديل سبند 20 جيت $5 وولي جرين كاش. فلما بدكم انتو تحسبوها بتعملوا مثلا 5 6 11 $16 دافعة انا كوبونات، يعني هيك انا صرت متجاوزة $16. هون عندي ضايل علي ادفع مع التاكس، طبعا انت قبل التاكس لازم تحسب $20، $5.75 قبل التاكس لحتى توصلي ل spend 20. يعني هون انا دافعة بالكوبونات $16، ضل علي $4، فدفعت من جيبتي $6.22. شو رجع لي؟ زي ما قلت لكم وش بشرح لكم دائما، جالي earned this visit، اخذت $5.21، اخذت $5 على هذا الترانزاكشن. هلا اخذت هاي $5 رحت استعملها للترانزاكشن الثاني. الترانزاكشن الثاني هي الفازلين الاثنين 45 95، الثالثه طلعت فري نيتروجين الصابونه. استعملت الكوبونات الورقية اللي معي، طبعا القديمات ما زبطوا، استعملت الجداد، دفعت استخدمت $5 ولا جرين كاش، دفعت من جيبتي $2.01. فطلعوا هون شو بيحكي لنا، ريديم ذس فيزيت، استعملت $5 ضل معي بالحساب $8.20. يعني دفعت من جيبتي $8.23، يعني رجع لي من المواقع $18 كاش. دفعت 8.23 رجع لي $18 من المواقع، يعني طلعت علي هذا الترانزاكشن كامل فري زائد $9.77 ماني ميكر. يعني فري طلعوا علي الاغراض و 9.77 لجيبتي. كتير كتير ترانزاكشن حلو لهاي الاغراض كلياتها، ويعطيكم الف الف عافية يا رب يا الله. لا تنسوا تعملوا لي سبسكرايب لايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد.